ليموندي، محمد سلام، مرور ممتاز من امام شريف عبد الكاظم، كرة للامام داخل منطقة الجزاء، واو ركلة جزاء للكهرباء، ركلة جزاء للكهرباء والي علي جاسم. وبعد ذلك شوف الإعادة، علي كاظم، علي كاظم وركلة الجزاء بقرار من حكم المباراة يوسف سعيد، وبالتالي المباراة يعني من خلالها بركلة جزاء للفريق المستضيف فريق الكهرباء. مهيمن يتقدم، مهيمن جول، جول للكهرباء، مهيمن سليم في الدقيقة العاشرة يسجل 10 أهداف في دورينا، وبالتالي مهيمن بالرقم 9 وفي الدقيقة العاشرة صاحب 9 أهداف في دورينا يسجل هدف العاشر على يسار حارس المرمى محمد كريم ليسجل أول أهداف المباراة، هدف أول مقابل لا شيء. شوف مهيمن التنفيذ وبالتالي يسجل أول أهداف المباراة، هدف التنفيذ كان رائع من قبل اللاعب مهيمن سليم ليسجل أول أهداف المباراة. هنا فريق القوة الجوية الذي يحاول ويتعادل، جول التعادل، الله على الصقور، إبراهيم بايش، بايش يسجل هدف التعادل بالنسبة لفريق القوة الجوية. شوف الإعادة، التقدم وبعد ذلك الكرة العرضية، وإبراهيم بايش يتعادل للقوة الجوية، الكرة العرضية اللي كانت عن طريق سين جبار، وبايش يتعادل ويضع قدم اليمنى على يسار حارس المرمى.